السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نكملوا على لا فورماسيون ديالنا ديال بايثون. غادي نشوفوا الكوموندز، كيفاش نكتبوا الكوموندز. ففي أي بروغرام كما كان حنا كنحتاجوا لي كوموندز باش على الأقل باش نعرفوا يعني كيفاش مثلا إلى الكود نعرفوا نقراوه من بعد. نقدروا نديروا بزاف ديال لي شوز، نقدروا مثلا شي واحد شد الكود ديالك يعرف كيفاش أي حاجة علاش دارت. علاش كنحتاجوا الكوموندز؟ باش نديروا الكوموندز كنديروها بهاش ماب بحال هكا، مثلا هكا ان بليس ان. مثلا دابا هذا كون، هذا ما غاديش يتحسب. اي حاجه كتكون كتبدا بالهاش مارك ما كتحسبش. اوكي مزيان. هنا بالنسبه لهذه، اوكي هي اي حاجه ما كتحسبش مزيان. الا بغينا نديرو بزاف ديال ليلي، يعني اي حاجه كنزيدو فيها كنزيدو حداها الهاش مارك. اوكي بحال هكا، يعني كنبقاو باطين. حنا هذا كنديرو ان بلس ان، ولا حيت مازال ما قريناش لي فاريابل، مازال ما خدمناش به. مزيان، هذه كاينه هاد الطريقه هذه ديال بزاف ديال ليلين. باش في بالنسبه للبايثون ماشي بحال جافا ولا سي كيعطينا نديرو بزاف ميتي لاين، يعني كان وكيحسب من لا. في البايثون هذا هو لي زانكونفينيون في البارتي ديال الكومنتس، مي كيعطينا غير واحد الطريقه ديال ثلاثه ديال كيوز بحال هكا. دابا هذا راه كومنت، هاد ثلاثه اي حاجه ما بين ثلاثه ثلاثه راها كومنت. اوكي، وهي ما كيتحسبش يعني كومنت، مي كيكون بحال سترينغ. داك سترينغ كيكون ما كيكون داخل مرتبط حتى فاريا. اوكي، هذا هو علاش ما كيتقراش في الران تايم، يعني فاش كيدار له الران تايم ما كيتقراش كيتدار له انيور. اوكي، كنا شفنا كيفاش اي حاجه ملي كتبدا يعني بهكا تقدر تكتب الكود ديالك هكا ان بليس دو، وهذا ما غاديش يتقرا يعني. وفاش نديرو له الرام بحال هكا هي غادي يتحسب. غا هو شوفوا الا كتلاحظوا غا ثلاثه، وهذا ما تحسبش، يعني هذا تقدر تحطه في الاول في التالي ديال الكود، غير هو يكون كيبدا بالهاش. مزيان، فنتمنى تكونوا استفدتم هاد لا فيديو. كنا غير شفنا الكومنت يعني بواحد الطريقه بسيطه، يعني اما نقدر نديروها بثلاثه ديال الكيوز بحال هكا، ثلاثه في الاول ثلاثه في التالي، ولا نديروها بالهاش الهاش مارك. اوكي، فنتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.